بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب الصف السادس، مع بعض بنبدأ في الوحدة الثالثة Unit 3 Module 3 ومع My New House، درس جديد. يلا نرى الكلمات اللي عندنا. دور، الباب زي باب الشقة. فلور، الأرضية اللي بنمشي عليها زي أرضية الحجرة أو أرضية الفصل أو أرضية المنزل. upstairs في الطابق الأعلى، يعني لو تخيلنا إن في منزل مكون من دورين بنقول upstairs يعني في الدور الثاني، إنما downstairs في الطابق الأسفل. downstairs في الطابق الأسفل. behind خلف. in front of ناخد بالنا من الكلمات اللي بتدل على المكان، لان احنا بنحتاجها ان شاء الله في اثناء هذه الدروس، دروس الوحده الثالثه My New House، منزلي الجديد. يلا نشوف المنزل قدامنا ده. What can you see in this picture؟ شايف ايه؟ لاحظ معايا، هل المنزل ده مكون من الغرف المعتاده اللي احنا عارفينها؟ هل في بيدروم، غرفة نوم؟ هل في سرير؟ أيوة. هل في دايننج روم، في غرفة الجلوس أو غرفة تقديم الطعام؟ في موجود. هل في ليفنج روم، غرفة المعيشة؟ يعني مثلا كرسي، كنبة. هل في باث روم، حمام؟ هل في كيتشن، مطبخ؟ وهكذا. يلا نشوف مع بعض ونسمع. 1. Look and listen. Match the toys, the doll, the clothes and racks to the correct room. Then say, Fatima's new house. Come with me to my new house, my new house, my new house. Come with me to my new house. I'm upstairs and you're downstairs. My doll is in the kitchen. Rex is behind the door. The toys are in front of the wardrobe. My clothes are on the bedroom floor. نازين ان في بنت فاطمه توصف المنزل بتاعها الجديد مكون من دورين او طابقين، وبنشوف الدولز. دول يعني الدميه. يا ترى الدول دي موجوده فين؟ يلا نوصلها. هنلاقيها في الكيتشن، صح كده؟ طيب ريكس اللي هو قطة موجود فين؟ behind the door، نلاقيه خلف الايه؟ الباب. الباب اللي فين؟ اللي هو الطابق العلوي، وده بيدل على ان طبعا شايفينها غرفة نوم لان فيها سرير. طيب تويز، اللعب، يا ترى فين؟ ها؟ موجودة في الوار in front of the wardrobe، يعني امام الايه؟ الدولاب. امام الدولاب، واردروب الدولاب. طيب والملابس، clothes are on the bedroom floor، يعني ملقاة على الأرضية في حجرة النوم، يبقى تبقى موجودة هنا في المنظر اللي قدامنا ده، وإن كان مش شايفين طبعا، ولكن اعتبر إن موجود الملابس على أرضية البيدروم، خلاص غرفة النوم. طيب هنا طبعا احنا بنشوف الصورة وبنبتدي نسأل بعضنا، نسأل زملائنا، نسأل أسئلة بنقولها بينا وبين بعضنا وبنجاوب عليها باستخدام كلمات اللي بتدل على المكان زي behind، in front of، و upstairs، down stairs. فتعالوا كده أسألكم سؤال، أقول لكم مثلا where is the window؟ where is the window؟ مثلا where is ماشي where is the window in the bedroom؟ أين الشباك اللي في غرفة النوم؟ موجود فين؟ هل أمام السرير ولا خلف السرير؟ خلف السرير، يبقى بنقول behind the bed. behind the bed. behind the bed. طيب لو جينا نشوف كمان البنت اللي واقفة، خلاص أهي بتقول إنها upstairs، يبقى هي اسمها إيه؟ ها؟ فاطمة. طيب موجودة فين؟ نقول أمام غرفة الإيه؟ النوم. أمام يعني in front of، غرفة النوم يعني bedroom، يبقى فاطمة is in front of the bedroom، وهكذا وهكذا.
فبيسألوا بعض، واحد بيسأل زينه وير ذا كات، أين القطة؟ قال له اتس بيهايند ذا دور، خلف الباب. لو هي أمام الباب نقول إيه؟ in front of. ورايا behind 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 in front of in front of in front of. behind معناها خلف، وin front of معناها أمام. وأذكرك لما تيجي تحفظ الكلمة لو طويلة عليك تبتدي تقسمها. مثال عايز أحفظ كلمة behind behind، بقسمها على جزئين أو مقطعين حسب ما بنطقها، be وبعدين hind hind. فالكلمة الطويلة عشان تحفظها تقدر إنك تقسمها إلى جزء مقاطع أو أجزاء، تحفظ كل جزء لوحده ثم تركب أجزاء هذه الكلمة عشان يبقى يسرع عليك حفظها. طيب نكمل مع بعض ونعرف بعض حروف جر المكان، هنتعرف عليها برضه إن شاء الله خلال هذه الوحدة. قول ورايا behind، خلف، behind behind. طيب كمل معايا in front of، in front of in front of يعني أمام. طيب on 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 يعني على، فوق الشيء عليه، زي الديسك اللي بتقعد عليه مثلا او الطاوله بتحط عليها مثلا القلم بتاعك او كتابك، فتقول the book is on the table، فوق الطاوله. طب لو مثلا كتابك كان على السرير نقول ايه؟ the book is on the bed. on on على الشيء فوق. طيب انما ان بقى in 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 في او داخل، يعني ايه داخل؟ يعني حاجة انت مش شايف. مثال بتروحي مثلا حقيبة المدرسة بيكون فيها كتاب لغتي، كتاب اللغة الانجليزية، كتاب العلوم، بيكون جوه الكتاب مقفول عليه بالسوستة، فبداخل او جوه يعني انت مش شايفه. تستخدم كلمة ان عندما يكون الشيء جوه شيء اخر، يعني الكتاب داخل الشنطة، the book is in the bag. طيب عندنا شايفين طبعا الكرة داخل الصندوق، داخلها يعني وهي جوه، موجودة قاعدة جوه، فنقول ايه؟ the ball is in the box. يعني in تعبر على شيء بداخل شيء، شيء بداخل شيء. طيب كلمة under 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 يعني تحت، زي من under the bed، تحت الايه؟ السرير. طيب كلمات أخرى نتعرف عليها، between بين، between بين بين حاجة وحاجة تانية. عندنا مثال it's between the box and the doll. ايه هو اللي between the box and the doll؟ الكرة. طيب opposite 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 بمعنى مقابل، يعني حاجة أمام حاجة، مقابل. لو مثلا عندنا مدرسة عايزين نعبر الشارع بتاع المدرسة ونعدي على الجانب الاخر لشارع المدرسه المقابل للمدرسه، ممكن نلاقي بارك مثلا، حديقه، او هاوس يعني منزل، فنقول ان الهاوس امام المدرسه، المنزل امام المدرسه، the house is opposite the school. يعني اللي بيبص من منزله بيشوف من منزله بيقدر يشوف الايه؟ المدرسه. ولو واحد واقف في المدرسه في الطابق العلوي مثلا او تحت يقدر يشوف ايه؟ المنزل على الجانب الاخر من الشارع. لما يكون في شارع في مدرسة على جانب وهاوس مثلا منزل على جانب، بنقول ان المدرسة امام المنزل، نقول the house is opposite the school، والعكس صحيح، بمعنى opposite مقابل حاجة، مقابل حاجة، مكان مقابل مكان على الجانب الاخر من الشارع، وهكذا. next to بجوار، next to بجوار. كمل مع بعض ونستخدم الكلمات اللي قلناها من شوية. one the bedroom is، البيدروم موجودة ايه؟ اختار اي كلمة من اللي فوق نحطها في النقط في الفراغات. upstairs اكتب معايا يعني في الطابق العلوي، انما الكيتشن is downstairs الطابق السفلي. the books are الكتب، مالها الكتب؟ الكتب فين؟ نقول ايه ده؟ sorry number two the doll is on the bed، يعني دمية فوق أو على السرير. number three the books are الكتب in front of the wardrobe، in front of يعني أمام الواردروب زي ما انت شايفينها أمام الدولاب. number four
The cat is behind the box. القطة خلف الصندوق. Number four, five. The bag is أين الحقيبة بالنسبة للطاولة تحت صح؟ يبقى under. ستة. The cat is next to the bag. يعني بجوار. Seven. The bed. السرير. ها بالنسبة للباب نقول عليه مقابل صح ولا غلط؟ opposite يعني ده مقابل ده، هذا مقابل هذا. طيب number 8 the sofa. sofa معناها المقعد الكبير، الكنبة الكبيرة تسع شخصين أو ثلاث أشخاص. يبقى the sofa عايزين نقول بين إيه وإيه؟ بين اللي لونها أورانج اللي عندك دي، بين التيبل والتشير يعني بين الطاولة والايه والكرسي. between بين، between يعني بين، قولوا راي between. between b e t w e e n. تسعة nine. the ball الكرة ملأ، عايزين نقول الكرة داخل الصندوق in. كرر معايا الإجابات من الأول number one number nine. upstairs upstairs الطابق العلوي. downstairs downstairs الطابق السفلي. on على on. in front of أمام. in front of behind behind خلف. under under تحت. next to next to بجوار. opposite opposite مقابل. between between بين. in in داخل. خلصنا، نخش على ورك بوك تمرين السهل، وبنوصف برضو الولد، هل هو واقف بين الشجرتين ولا امام الشجره ولا بجوار الشجره ولا خلف الشجره. هنلاحظ ان الخلف يعني behind انا وصلها، ونمبر 2 هنلاحظ ان هو next to بجوار، اما نمبر 3 هنلاحظ ان هو between بين، ونمبر 4 هنلاحظ ان هو in front of امام. وصل بسرعه نمبر 1 لغاية 6. نلاحظ ان عندنا غرفة نوم بيدروم موجود فيها بعض الاشياء، وبنوصف الاشياء دي مواقعها فين بالظبط عن طريق استخدام الكلمات اللي خدناها من شوية، زي behind in front of و on in under وهكذا between next to. نمبر 1 where is the hat اين القبعة؟ it's on the chair على الكرسي، تمام مظبوط. طب نمبر 2 Where are the trainers؟ أين الحذاء الرياضي؟ شايفينه تحت السرير زي؟ يبقى نكتب under the bed. They are under the bed. They are under the bed. They دي معناها هم. هم مين دول اللي أنا بتكلم عليهم؟ هم الحذاء. الله طب مش حذاء. ده مفرد مفرد. أقول هو. أيوة. ولكن الكلمة اللي في اللغة الإنجليزية التي تشير إلى حاجتين يعني فردة وفردة. يعني الحذاء مكون من جزئين. فيعتبر الجزئين دول جمع في الانجليزي، يعتبر الجزئين دول جمع، زي مثلا الشراب مثلا برضو، وزي مثلا سليبرز مثلا اللي هو الشبشب وهكذا. فاي حاجه مكونه من جنبين او جزئين او ناحيتين ما ينفعش استغنى واحده عن الثانيه فيهم، خلاص يعتبر هذا الشيء ياخد زي الجمع. They are under the bed. Number 3 Where are the glasses؟ أين الجلاس؟ برضو الجلاس تكون من شيئين أو حاجتين، هتاخد الجمع تاخد زي. قول they are on the table on the desk يعني على الديسك. Number 4 Where is the chair؟ أين الكرسي؟ هنقول إن هو بالنسبة للإيه؟ للديسك ها؟ in front of أمام. Number 5 Where are the books؟ books 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 يعني مش صندوق هنا، books يعني جمع كتاب. بوك وبوكس كتاب وكتب. اين الكتب؟ الكتب داخل الشنطة وكمان تحت الايه الديسك، نقول انها under the desk. they are under the desk. they دي عايدة على مين؟ الكتب. طب ليه جبت they؟ انهم كتب جمع كتير، ف they بتيجي مع الجمع الكتير لكن it بتيجي مع المفرد. ستة where is the ball؟ اين الكرة؟ شايفين الكرة كرة السلة اللي عندنا باسكت بول دي موجودة فين يا ترى؟ موجودة خلف الباب behind the door. behind the door ليه جبت it؟ عشان هي كرة واحدة مفرد، إنما لو جمع كتير ناخد زي،
يبقى زي يعني هما للجمع، وإت يعني هو أو هي للمفرد غير عاقل. بإمكانك طبعا توقف الفيديو وتكتب براحتك. كمل معايا. خلصنا الورك بوك، وأذكركم كمان إن شاء الله في ورقة فيها بعض التمرينات في بعض الكلمات اللي إن شاء الله يتم تسميعها المرة القادمة. والكلمات دي احنا قلناها مع بعض في ورقة التسميع، ورقة التسميع قلناها المرة السابقة، وبنقرا مع بعض بنوصل making a cake مثلا، فهيبقى الراجل اللي بيعمل الكيك في الآخر. نوصل أول تمرين توصيل الكلمة أو الجملة بالتعبير بالصورة. التمرين الثاني هو إكمال الحروف الناقصة. قلت أيام الأسبوع قراءة، بإمكانك تجيب الورقة بتاع اللي فيها أيام الأسبوع مكتوبة تكتب الحرف اللي فيها النقص، ولو حفظتهم يبقى كويس وخير وبركة. طبعا the boy is making the bed، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح. و number two man is doing the washing up، الراجل بيغسل الصحون. شوف بقى انت الكلام صح ولا غلط. they go fishing on Friday، هل الكلام ده قدامك Friday قدامك؟ هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طيب what are you not، ماذا تفعل؟ كلمة تفعل فاكرينها؟ what are you doing، انك doing في اللي في النقط. طب they play sports، بيلعبوا رياضة. on ايه؟ قدامنا يوم، ده يدل على يوم الخميس. شوفوا بقى يوم الخميس يعني ايه. طيب نمبر 3 the chef is making، ناقصه ايه؟ ثلاث حروف. شوفوا انت مكتوبين قدامك وسهلين وعارفهم، الفعل اخر حرف ثلاث حروف ايه وايه وايه. ها ساعدك ING. طيب رقم 4، رقم 4 he likes، الراجل ده والولد ده بيحب ايه؟ الصيد. شايفين الصيد؟ شوف الصيد بقى يعني ايه. طيب بعد كده رقم 5 هو تمرين اختياري بيعتمد على الجرامر بشكل اساسي، يعني القواعد. نمبر 1 is علا making the bed، هل علا بتقوم بعمل الترتيب السرير؟ yes she is ولا no she isn't؟ شوف انت بقى. طيب are you doing the washing up، خد بالك اي يعني انتم، هل انتم تقومون بعمل غسيل الصحون؟ no، يبقى الاجابه تبقى نو، فيها نوت ولا لا؟ طبعا ادام في نو يبقى في نوت في الاخر، يبقى الاجابه no we aren't. جاوب انت بقى الثالثه سيبها لك. look the man is، بعد am و is و are يجي الفعل في اخره ايه؟ الكلام بتاع المضارع المستمر present continuous present progressive. كده قطعة وعليها أسئلة صح أو غلط، ثم في الآخر هتكون الخط. اكتب بخط جميل، اكتب بخط جميل، وإلى اللقاء في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.